السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي وقت البريك بتاعي وعايزة أشرب حاجة تفوقني وفي نفس الوقت تكون ساقعة عشان أقدر أكمل بقية اليوم. قررت اللي أنا هشرب آيس كوفي بالكراميل الصحي، فكل اللي هحتاج ليه مكعبات من التلج وفي ربع كوباية مية سخنة هدوب فيها أي نوع قهوة سريعة الذوبان نسكافيه، وهسيبها على جنب عشان تبرد. وعلشان اعمل طبقة الكراميل الصحي بتاعي، زي ما انتوا عارفين ان انا بحب اعمل الكراميل بالتمر، فهجيب عندي 3 تمرات وهجيب نص كوباية من المية السخنة علشان انا اقع التمر بتاعي شوية ويكون سهل معايا وهو بيتضرب في الخلاط. طبعا تقدري تكوني مجهزة الكراميل بتاعك ده وحطاه في التلاجة. واحتاج طبعا للتمر الفانيليا اللي هي السائلة، بيبقى طعمه حلو جدا معاها. وطبعا هكون مجهزة الحليب. اول حاجة هعملها هعمل الكراميل علشان يكون جاهز عندي، فهجيب الخلاط واحط فيه الثلاث تمرات اللي انا نقعتهم في المية، واحط معاه قطرات من الفانيليا، فانيليا السائلة، ولو ما عندكيش تقدري تستعملي البودرة. طبعا المشروب بتاعي هو من غير اي سكر، بس طعمه لذيذ جدا جدا. انا دايما الكراميل ده بحبه قوي على حاجات كتير، وان شاء الله الفتره الجايه هنعمل مع بعض حلويات تنفع ناكلها واحنا بنحافظ على صحتنا. مش هقول بنعمل دايت، بس دوت يعني تعتبر نظام حياه. ادي الكراميل بتاعي هيطلع لي برضو نص الكوبايه اللي انا ضربتها هتطلع لي من الكراميل، وطبعا انا مش هستعملها في المشروب، فانا كده يعني خدت حاجه بسيطه جدا. التمر مليان فوائد زي ما احنا عارفين. ادي نص كوباية من الكراميل بتلات تمرات بس. كل اللي هعمله بقى المكعبات بتاعت التلج الجميلة دي اللي هتديني انتعاش كده وتفوقني شوية، هحطها في الكوباية بتاعتي. وطبعا اللبن او الحليب بيكون ساقع في التلاجة، والقهوة بتاعتي اللي انا دوبتها فهتكون برضو بردت. هصب حوالي 3 ارباع الكوباية بتاعتي تكون من الحليب على حسب الرغبة، وهبتدي احط من القهوة اللي انا دوبتها في المية. انا مش مركزة خالص دلوقتي عايزة فعلا اشرب المشروب ده. او شايفين وقعت نص الكوباية برا، مش مركزة خالص. متعملوش كده زيي. ودلوقتي اخر حاجة هعملها هصب عليها الكراميل الصحي بتاعي. وشايفين انا خدت حوالي معلقتين كبار وسايبة بقية المقدار علشان استعمله في حاجات تانية، فانا كده خدت السكر بتاعي وخدت مشروب يكون ساقع على مزاجي. طبعا القهوة من عشق، يعني ما اقدرش استغنى عنها ابدا. اتمنى ان شاء الله انتوا تقدروا تجربوا المشروب ده. في ناس بتحب السكر زيادة يعني اكتر شوية، ممكن تحطي طبق بعد ما تحطي الحليب تقدري تحطي شويه من الكراميل وبعدين تصبي فوقيه القهوه اللي انت حطيتيها، وبعدين تحطي تاني كراميل علشان كده المشروب يبقى طبقات، يبقى الكراميل واصل لكل مكان. اتمنى ان شاء الله النهارده المشروب البسيط ده يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ومع السلامه.